لا لا سبور اليوم كانت وسط الملعب ديال جنا فرانسيس ديال جمعية النهضة النادي النهضة اللي كيترأسها ابراهيم بونو. حضرنا الدوري ديال عيد المسيرة الخضراء. شتي تعرف بالجمعية ديال النهضة اولا بعدا وعاد ندخلوا للدوري. نادي النهضة للرياضة للجميع، اختص هذا النادي تصنع هذا النادي هذا اللي تكون ديال نادي النهضة للرياضة للجميع، مختص بالاطفال الفقراء اللي ما عندهم شي واللي كذا اللي ما يقدروش يمشيو يلعبوا في شي انديه كبارين، صنعنا لهم نادي النهضه للرياضه للجميع. ولكن وخاصنا هنا دابا من صنعنا نادي قلنا راه نزيدوا القدام ونزيدوا نبينوا، جاتنا على غفله ان الدعم ما بقاش يتعطى للجمعيات، لا من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، لا من المجلس الاقليمي، بقات على البلديه. عاد النهضه نادي النهضه كدعمها اكثريه عن المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، حتى الدوري هذا اللي دار دابا ما كانش يساهم فيه الميموني من سويسرا، ما كانش يدار. انا شحال قد ندير من دوري من الجيمي الخاص، عاد الدوريات كنديرهم بالمجان جراتويت، ما كاينش شي واحد مخلص شي حاجه ولا شي حاجه. كحال تهرسنا، حنا كنا كل سيمانه كنديروا نشاط، كل سيمانه كنريضوا ولاد الشعب. ولكن دابا شحال نقدر انا نغامر ندير خمسه د الانشطه ولا سته، ولكن ما نقدرش نبقى العام كامل وانا كندير الانشطه من عندي. وكما فكرتوش انكم ديروا الاعتماد المندوبيه تشبه الرياضه حيت الدعم اللي توقف على حساب الاعتماد اللي خفيت الدعم؟ درت حنا طبقنا القانون 03، طبق اول نادي في النهضه يطبقوه وطبقناه حنا، خلصنا على اللوغو 180 فرنك في طنجه وطبقنا القانون، حنا مطبقناه الاول هنا. وعندنا طبيبه في النادي كتدوز دراري وعندنا بزاف، حنا الاولاله اللي هنا في العرايش، وكنتحدى اي واحد اللي طبق القانون الاول ديال صفر اللي طبقته الشبيبه. ودفعنا الطلب للشبيبه وقال لي راه رفضوا لكم الطلب حيت ما عندكش المحاسب كونطابلي شي محاسب قال لك كونطابلي ويعني كما قلت دابا يعني الدعم متوقف، ولكن قبل ما كنتش كتفكروا انكم ديروا نادي في كوادرا؟ وحنا علاش درنا نادي؟ حنا حيت هي كانت جمعيه النهضه لكره القدم بالعرائش، حنا بغينا نديروا نادي باش الدراري مساكن اللي ما كيقدروش يشاركوا في البطوله حنا نشاركوا بهم، ما يكونوا هذوك الدراري اللي مقصحين ما عندهمش اللي يقدروا يمشيو يلعبوا في نادي، ساعه يتهرست. ولكن على حسب يعني كما قلت يعني حيت كنلاحظوا دابا حنا العام مثلا كليطو كامل اسم يعني بالحي الجديد بالنهضه بالاصحاب كامل، اللي كنلاحظوا بان ما كاينش شي فارق كيمتهد المنطقه ديال الحي الجديد. ما كاينش ما كوارطا ولا فريسيرو ولا اي حاجه، حيت ما كاينش مع من تخدم، حيت كل واحد كيشير ما كيخدموش يد في يد، كل واحد وشنو كيصنع، حيت يد وحده ما عتصرفقش. ودابا انا كنخدم هما حاضيني، ها هو يا كتمولوا الدوله، ها هو بوحدو كتمولوا، واجي خدم بحالي دير على الربع ديالي، وكاين تكون انت فيك 80 واحد، الجمعيه فيها 80 واحد 90 واحد، واجي عاب بوحدك دير على الربع واحد، واجي ندخلوا معايا اي واحد كيقول لك حنا كندخلوا معايا في المكتب عا يخدم، ولا كانت شي فلوس يديها هو. ولا على حسب اللي قلت لك انا على حسب كليطو انا عاطيين بزاف د اللعابه. عاطيين بزاف د اللعابه. المقطرين، ادريس فيلا، تراكتور، الاسماء يعني كما نقولوا طويله. حيت الناس ديال كليطو ما كيخدموش مع في حومتهم. كيخدموا مع الناس بلا ما نسميوهم، كيخدموا مع ناس اخرين. باش ما يقولكش دا العداوه مع كذا، ما كيخدموش في الحي ديالهم. كيمشيو يخدموا في شي حاجه اللي عيبانوا فيها. حنا كنخدم الشباب. نعم. اي واحد كيعطيني شي حاجه يجي يتحاسب معايا في السنتي في السنتي. الموضوع ديال هذيك اللي قلتي ديال المبادره، ان كما قلنا لك يعني قلتي بيدك، كاين بزاف الاشاعات اللي كيقولوا في العلاج بان جمعيه النهضه عندها تنسيق مع المبادره. لا ما كاين، حيت جمعيه النهضه كتخدم، ما كاين حتى شي واحد اجي يدير بحالها. انا اللي عطاتني شي حاجه راه كنبينها حدا العالم. وكاينه راه كيشد زبابه الفلوس، وانا اللي مستافد من الزبابه، وفينا هما وريني الانشطه. اي واحد كيقول شي يجي يتحاسب معايا. عندي التقرير المالي، عندي التقرير الادبي، عندي بالتواصل والتواصل بالتيفي، عندي كل شيء قانون. وكنتحداهم ما بقاش يعرف الهضره. اجي جلس. جلس ونتحاسبوا وكذا. ما عندي اي حاجه موثق. اي حاجه كتسجل في الكناس بالتوصيل بكل شيء ديالها. عوجات عندي لجنه. اللجنه جات عندي ديال المبادره جات عندي من الرباط وقالت لي ما خلينا فين مشينا ما شفنا شي الشيء اللي عندك مستفى، خصك تجي لعندي، جي لعندي المقر نوريك الملفات كيفاش دايرين مسجلين، ونوريك التقرير المالي والتقرير الادبي، ونقول لك شحال عطاني فلان وشحال عطاني فلان.
واكثر هي اللي كيدعمنا دابا على المحسنين بلا ما نسميهم، راه المحسنين هما اللي كيدعمونا فهمتي، حيت المحسنين اللي كيدعمونا كيقول لك ما تسميناش. نعم نعم سير، حنا عارفين انك انت خدام سير، وهي ضريبه النجاح ديما معروفه. ودابا حاليا انا في المقر كنخلص الماء والضو من عندي من جيمي الخاص، واجي تحاسب معاك قوت. حنا كنا كنلعبوا دابا كنا كنلعبوا الدراري بالمجان هذا العام، هذا العام هذا درنا لهم 30 درهم في الشهر على الله، لا باش نبدا نخلص هذاك الماء والضو. شحال يعني 30 درهم في الشهر؟ يعني كان بحال الخيرات ولا كواجب شهري ديال التدريب؟ كواجب شهري باش نديروا المصاريف ديال المقر، حيت من كان في الاول كانت كدعمنا المبادره ما كناش هذا الشيء، هذا كان كلشي بالمجان، الرحلات بالمجان، المقابلات خارج المدينه بالمجان، الدوريات اي واحد يجي يشارك معايا في الدوري ديالي وخلص شي بسيطه يجي يتحاسب معايا. وهو هو بنادم كيشد فلوس من عند الدوله وكيشد فلوس من عند الفرق وما كاينش فين. وحسب اللي كنا درنا واحد ريبورتاج واحد المره، انا كاينه شي جمعيات هنا في خليطو اللي بلا ما نسميهم اللي فاردين شي 100 ولا 200 درهم للدري باش يجي يلعب معاهم الكره. هذوك انا قلبت حيت انا شفتها في الفيسبوك وقلبت عليها، ولكن راه ما كاينش هذيك، راه مشيت انا عند هذوك الدراري وسولتهم ما كاينش هاد 100، وانا قلبت عليهم وقلبت عليهم ما كاينش هاد، ما كاين حتى شي فرقه في خليطو من غير النهضه والسوق هي اللي كاينه في خليطو، ما كاينش هاد 200 درهم. انا اللي يقول 200 درهم كيطيح الدليل. حنا 30 درهم ما كنعطيوها شي عشوائيه، بالتوصيل ديالهم كاش طرف النادي. ايوا شكرا لك فهمتي. وعاد هذاك الدراري اللي شفت انا الفيديو ديالهم، هذاك الدراري عاد قالوا بسم الله، ما مشيت لعندهم انا تلاقيتهم قلت لهم وريني هذه الجمعيه هذه اللي كانت لي 200 درهم في الشهر. ما واش كل يلعب 200 درهم وحنا كتقول له جيب كتجيب عاد 30 درهم ما كيجيبهاش فهاجي 200 درهم. ثم كما قلت دابا انت بيدك كاين شي جمعيات ولا كاين شي انديه اللي كي يعني كما قلنا حنا كيطلبوا واحد الاثمنه للدراري صغار وما كينشطوش وكياخذوا الدعم ديالهم من جهات. كاينه انديه، كاينه انديه وكاينه مجموعه ديال الدراري هربوا من الانديه وجاو كيلعبوا معنا هنا في نادي النهضه. قال لك في الشكال انت هي كتخدم وكذا داير لهم 30 درهم وحنا كنخلصوا 125 فرانك وما كاين والو. قال لك يدخلوا عام بعضياتهم ويدخلوا شي كيضرب الاخر شي كيدخل في الاخر. ايوا دابا على حسب القول ديالك وعلى حسب التهريب اللي درنا انا كنتمنى ندير النهضه دابا من بعد الشبهه هذه. انا كنقول اي واحد كنتحدى اي واحد ماشي في المغرب في العالم يجي يتحاسب عندي، يجي لعندي الاداره يجي لعندي النادي ويشوف هذاك الشيء واش مضبوط ولا ماشي مضبوط. ونعطيك حتى المصاريف اللي كنخسر من عندي ونعطيك حتى المصاريف ديال المحسنين، حيت اللي ما كيلحقش العنقوب كيقول حامض، حيت ما يقدرش يدير اللي كنديرو يعني. حيت هي كما كنسمي حنا ضربة النجاح هذه. بزاف تلقى في الدومين هذا الاعداء، شحال من واحد انا بلا ما نسميه كيقول لك شفاره وكذا ودخل معنا في الدومين، دخلته معنا في الدومين فكيقول الله يحسن العوان. ضروري ما كيكون واحد بعيد ما كيكونش بحال اللي قريب. كيقول كيربحوا الفلوس من الدوله كذا، اجي خدم معايا ندخلك معايا في المكتب والله تنجدد المكتب عليه ونشوفوا شنو عايدين. نعم. ونعطيه هو الرئاسه نحيدوا حنا من هذه الرئاسه. لا اخدم 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 ولاد الشعب. تقول واحد ما كيكونش في المسؤوليه معروف ضروري كيبقى يهضر، ولكن ملي كيدخل المسؤوليه كيولي كيبقى الهضره وقال انا كنتحدى تقابل معايا وجلس معايا في الطابله. ما بقاش الهضره القال والقال والقال، اجي تقابل معايا ونهضروا ونحطوا المساطر. باش تقول لي انا فلان كذا، حيت ما تلحق ليش انا لا نديرو انا ما تقدرش ديرو انت، ديك 17 واحد وانت عاب وحدك ما ديرش اللي كندير انا. وشي كلمه على حساب فريق شباب العرائش للازمه اللي كيما. انا شباب العرائش كنتمنى لهم التوفيق وما كاين حتى شي، كنشكر بعدا جعفر، انا ما كنتش بعدا كنطلع نتفرج للشباب. من ترأسها جعفر وشفت هذاك الجمهور بقيت كنطلع نتفرج، حيت مجموعه ديال السماسيره مجموعه ديال اللي بلا ما نسمي انايا، انا ما كنتش كنطلع نتفرج، نتحدى اي واحد يقول كان كيشوفني انا في الملعب كنتفرج للشباب، بقيت كنطلع على تا ولا الرئيس ديالها جعفر. فهمتي؟ حيت جعفر ولد البلاد وعارف عارف بحسب ولاد بلاده، وكاين بعض واحد ما حسب جيمو شنو كيدخل وشنو كيخرج. وعاد دابا كما قلنا قبيله دابا عارف الفريق ديال شباب العرائش الان اللي العام اللي داز العام اللي قبل كان كيجيبوا اللعابه برانيا، يعني هذاك الشيء اللي كيتسمى هذاك حيت كيجيبوا اللعابه من برا حيت يدخلوا فيهم طرف الخبز، حيت اللعابه اللي عندنا حنايا هنا في العرائش ما عند حتى شي مدينه، حيت اللعابه اللي عندنا هنا ما عندهم حتى شي مدينه. عمرك شتي الشباب دار تيست؟ واش عمرك انا سمعت الشباب دايره تيست؟
تختبر اللعابه ما كاينش. والاطور انا نهضر لك على شي مؤطر لا علاقه بالكره في الشباب، لا علاقه، شدينها عام الزنطي. والناس الكبار اللي كنعرفهم كويري راه ما جالسين في القهاوي شادين الكراسه في القهاوي كيتسناو الساعه تدوز. ما يقدروش يستدعيو هما دوك، زعما حنا نقول هنا عارفين شنو واقع في الميدان. كيجيبوا شي واحد اللي ما عارفش في الميدان باش يمشي على الهواء. انت احنا سمعنا قلنا قال لك عطاو للشباب الفلوس وما لقاو لا التقرير المالي لا التقرير الادبي لا والو. كما بدأ كما قلت انت يعني المبادره كدعمكم انكم انتم واحد التقرير. احنا الشباب احنا اي حاجه كتسجل. طالب كتدفع راه كيتسجل، كاينه الصادرات وكاينه الواردات. حنا كنطبقوا القانون ديال الاداره، اجي لعندي المقر عندي جوج جمعيات، عندي جمعيه وداد الحاجه لحمايه الاطفال من التشرد، وعندي نادي النهضه للرياضه للجميع، بجوج بهم قانونيين. لا باللعابه ما كاينش شي واحد كيلعب معايا ما عندوش راسيرونس او والو، عنده راسيرونس السنه. ماشي عندي راسيرونس البطوله، عندي راسيرونس ديال العام. ماشي تا تضرب في البطوله عاد اجي لعندي عندي راسيرونس ديالو د العام. فهمتي اي لعب ما دايرلوش التزام، كاين بعض الحين دايرلو التزام لا جراتلو شي حاجه تحمل مسؤوليه لولي الامر ديالو. لا انا دايرلو اي حاجه جراتلو كتحمل به المسؤوليه شركه اكسا، عنده التامين ديالو وخدام مرتاح. ماشي لاعب معايا الدري ومخلوع دابا يتهرس دابا يدير، انا محميه هو محمي. وهذا هي تخدم، هذه هي اللي كتخدم ود الشعب، ماشي تخدم ود الشعب دير له التزام تحمل مسؤوليه لراسك. وكنتمنوا ان يكون فريق النهضه يدخل كوارتر. واف دابا هرسونا دابا شحال دخل. لا لا بالمحسنين بعد المجهود اللي خدام بها ان شاء الله. انا اللي بغى يخدم معايا انا معاه، واي واحد انا اي واحد احتاجني في اي نشاط رياضي كيستدعيني كنحضر معاه. وشكرا كنشكروا الجريده الالكترونيه اللي لبت الدعوه، كنشكرك. شكرا.